صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالحب والسعادة. صباح الأجواء الغايمة الجميلة، صباحكم يوم الخميس اللي كان ونيس، لكن الحين كل عمل ونشاط في خدمة بلادنا الغالية. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة برنامج يومي من الأثنين للجمعة، قدمة لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا اللي نحبها كلنا إذاعة نور دبي. أرحب فيكم، أنا دكتورة بدرية الحرمي ونرحب فريق عمل البرنامج ويانا. عدنا في الإخراج الزميل نمر محمد، والتنسيق إسراء الهاشمي، وبالإعداد الزميل حسني البلاونة. صبحكم الله بالنور والسرور جميعا. ها نمر، شكلك متفاجئ بوجود اليوم الاستوديو وياكم صح؟ طبعا أنا خاصة من بداية السنة تعودت أن يعني أشوفكم كل يوم جمعة، لكن اليوم الخميس، يعني أنك متعود تشوفني في آخر حلقة بالأسبوع. هذا الشيء شو يذكرك؟ أكيد يذكرك بإجازة نهاية الأسبوع، لكن ما علي، اتوقع مني هالمفاجآت من فترة لفترة وخاصة في الأجواء الحلوة الجميلة. نبى نفرحك شوية نمر أنت وفريق عمل البرنامج، بس ها لا تنسى ترى عندنا حلقة باكر بإذن الله. أعزائي المستمعين، خلونا الحين أخبركم عن فقراتنا من برنامج صحة وسعادة لهاليوم. مثل ما عودناكم في البداية بنشوف شو عدنا من أخبار صحية، ومن بعدها بناخذ فقرة السوشيال ميديا. أما في فقرة التغذية فبنتكلم عن فرط الكالسيوم بالدم، وفي آخر فقراتنا لهاليوم فبنخصصها للحديث عن أهمية الحفاظ على أمن المعلومات الصحية. أذكركم أعزائي المستمعين أن برنامج صحة وسعادة هو برنامجكم أنتو، ونحن دائما على استعداد لسماع واستقبال مشاركاتكم وملاحظاتكم أو حتى اقتراحاتكم، طبعا على أرقام التواصل 600-551-4414. واللي حاب يتواصل ويانا عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. حياكم الله. على العموم أعزائي المستمعين، نبدأ بسم الله أول فقراتنا ونشوف شو عدنا من أخبار صحية. خبر اليوم يقول إن النشاطات الجسدية في سنوات الشيخوخة تعزز مستويات البروتينات الدماغية التي تقي من الخرف. تبغون تعرفون ليش؟ خلكم ويانا لآخر الخبر. توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية إلى أن اتباع المسنين لنمط حياة نشيط سوف يساعدهم على الوقاية من خطر الخرف من خلال تعزيز مستويات البروتينات الدماغية. هاي البروتينات الدماغية اللي تعتبر مسؤولة عن تشبيك الخلايا العصبية بعضها ببعض. جاءت نتائج هاي الدراسة من خلال تشريح أدمغة مسنين متوفين ومقارنة النتائج مع مستوى نشاطاتهم الجسدية في سنوات حياتهم المتأخرة. وبحسب الباحثين فإن تشريح أدمغة المسنين اللي حافظوا على نشاطهم الجسدي أظهر بأنها تحتوي على مستويات أعلى من البروتينات اللي تعزز التشابك الخلوي العصبي وبالتالي تبادل المعلومات بينها، حيث أن اضطرابات الخرف تحدث نتيجة تراجع التشابك العصبي بين خلايا الدماغ بشكل رئيسي، إذ يؤدي تراكم نوعين من البروتينات السمية اللي هي الأميلويد والتاو في، يعني المهم هاي أسمائهم، في أدمغة المسنين
إلى إضعاف التشابك بين الخلايا الدماغية، وهو اللي ما يعني يمكن أن احنا نقاومه أو الحد منه بممارسة المزيد من النشاطات الرياضية مع التقدم في العمر. شفتوا أعزائي المستمعين أن الرياضة جدا مهمة، مهمة في كافة مراحل حياتنا، كيف أن الرياضة لها دور كبير في تعزيز صحتنا الجسدية والنفسية بعد، كيف الرياضة مهمة للوقاية من الأمراض، مهمة لتجديد طاقتنا، مهمة بعد لتعديل حالتنا المزاجية، والأهم من هذا كله رفع مستوى السعادة عندنا. وأنا طبعا كل ما أتكلم عن الرياضة أشوف نمر يقوم من كرسيه ويتمشى في الاستديو. أنتوا بعد خلكم نشيطين مثل نمر وتحركوا شوية بمكانكم. أعزائي المستمعين، بعد خبرنا هذا خلونا ناخذ فقرة السوشيال ميديا ونسمع شو آخر يعني مواضيع وسائل التواصل الاجتماعي وشو المتداول فيها مع الزميلة أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالنور والسرور عزيزتي أسماء. صبحكم الله بالنور سرور دكتورة عليك وعلى كل المستمعين داعت نور دبي. اشتقنا لصوتك يا أسماء. ها خبرينا شو عندك من أخبار؟ اللي نحن الأشكال اللي كنا حاطينها وايد شفنا عليها ملاحظات أو استفسارات مثل ما نقول، فجاوبنا على الأسئلة، لأن دائما توصلنا مثلا نشوف بعض الأشخاص إذا كان مصاب يمكن يفحص كل يوم، يعني في واحد أعرفه يمكن تقريبا فحص 10 مرات في 10 أيام وسواس كل يوم فحص صح؟ إلا يطلع سلبي إذا خلصت مصاب يعني بنفتح أمرك يعني خشمك أسمع يمكن مال يبغى يطلع من البيت عشان شيء يومية والله دكتورة تقريبا كان 8 أو 10 إنه كل يوم يطلع يفحص ويرد كل يوم. شو نقولهم إحنا؟ نقولهم ما له داعي صح؟ فنحن هالأشياء اللي كنا حاطينها أيضا المخالطين دائما يقول زي أنا مخالط تشوف حتى المخالطين خصوصا في بعض الأشخاص يعني حسب الدليل الإرشادي للمصابين والدليل الإرشادي للمخالطين وهالدليلين موجودين في موقع الرسمي لهيئة الصحة بدبي يقول هل أنت بحاجة إلى فحص بي سي آر ولا لا. إذا كان الشخص مصاب يكمل 10 أيام هي مدة العزل الصحي، وأيضاً لا يوجد حاجة لإعادة الفحص بعد مرور 10 أيام من الإصابة. طبعاً إحنا أي شيء نتكلم عنه مثل في حسابات هيئة الصحة هي الإجراءات المتبعة في إمارة دبي. هيئة الصحة بعد مرور 10 أيام من الإصابة إذا كان الأشخاص موجودين في البيت أو في عزل منزلي توصلهم شهادة انتهاء مثل كليرنس سيرتيفيكت أو شهادة انتهاء مدة العزل الصحي، ممكن يستخدمونها حق دوامات حق الجامعة أو حق المدارس إنه هو أكمل مدة العزل الصحي ويقدر حين يطلع من البيت، فها مستند أو شهادة تقوم هيئة الصحة بتوفيرها للأشخاص الموجودين أو المصابين. يعني هذه الشهادة على أساس إن مثلا الموظفين لما يردون لشغلهم ممكن يحتاجون الشهادة تكمل مدة الـ10 أيام ممتاز مدة العزل الصحي. لأنه ممكن يعني حد يسأل يعني إنزين إحنا موظفين يستدعي إن إحنا مثلا نسوي الفحص قبل ما نرجع الدوام؟ ها مهم هالسؤال. المصابين ما يحتاج، لأن في أشخاص ممكن تطلع نتيجتهم إيجابية بعد 10 أيام لكن ما يكون معدي، وهذا موجود أيضا جميع الأسئلة اللي من هالنوع، هل أنا بكون مصاب هل أنا بعديها، كلها موجودة في الدليل الإرشادي والموجود في موقع هيئة الصحة بدبي. ففي كل الأسئلة حاطين الدليل يحتوي على الإجراءات الخاصة بالمصابين، أيضا الإجراءات كيف ممكن يعني يهتم في العزل المنزلي وكيف يقدر يتصرف داخل العزل المنزلي إذا كان هو في العزل المنزلي، وأيضا يحتوي الدليل على مجموعة من الأسئلة والأجوبة اللي يعني مثل ما نقول الأكثر تداولا، كلها موجودة في هذا الدليل الإرشادي، والدليل هذا يتم تحديثه بكل مرة، كل مرة نسوي تحديث نحط أن هناك تحديث، لكن هذا يعني آخر أبديت موجود في موقع هيئة الصحة مع شرح ليش أنه عقب 10 أيام ما يفحص، شو يصير عقب 10 أيام، كل هذا موجود في الدليل الإرشادي. ممتاز. بالنسبة للمخالطين نحن نسبة مدة المخالطة هي 7 أيام حجر صحي، ولا يوجد حاجة لإعادة الفحص إلا عند وجود أعراض. يعني هاي من ضمن الأشياء، خصوصا الأشخاص اللي مثلا مو شرط حتى لو ما كان دوام،
في البيت يبغى يظهر خايف، فشهادة العزل الصحي حق المصابين بتكون موجودة، والمخالط 7 أيام إذا ما كان الأعراض ممكن يطلع وما في داعي إنه يعيد الفحص أو يسوي الفحص، هذا حسب الدليلين الإرشاديين الموجودين في موقع هيئة الصحة. وإني عند الرسالة الفضائية الإيجابية اللي تحبينها دكتورة. يا سلام، أكيد أنا أترياها الأسبوع اللي طاف افتقدتك يعني عشان الرسالة هاي. نقول خذ نفس عميق، ابتسم، اعمل، نتمنى لكم يوم عمل سعيد. واهم شيء، اهم شيء دكتورة، الواحد يركز على الطريقة اللي هو يتنفس فيها. خذنا والجو حلو مرات نفسه شوي. انا جيت تلقائيا الحين اتبسم واطالع النمر بعد اشوفه يتبسم. سبحان الله، الابتسام ممكن يعني واحد ما يدري، يمكن معاه شخص اصلا يكون متضايق في المكتب او عنده ظروف، الابتسامة تفتح قلوب الناس. فدائما ننصح الاشخاص ان يعني ابتسموا، خلاص تميق ابتسموا وبدي شغل، ونتمنى لهم يوم سعيد ومميز. وشكرا لك عزيزتي اسماء، ونتمنى لك احنا بعد يوم سعيد ومميز، ونلقاك باذن الله باكر. شكرا لك. أعزائي المستمعين، الحين بناخذ فاصل وبنرجع نتواصل وياكم ونكمل باقي فقراتنا لهاليوم. تريونا صحة وسعادة. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مرة ثانية، وحياكم الله ويانا في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل 600551414، أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006. اتذكروا دائما أن تواصلكم ومشاركتكم تهمنا وتسعدنا. وصلتنا بعض الاستفسارات وبعض الأسئلة، إن شاء الله راح نوصلها لمسؤولي هيئة الصحة وبيتواصلون وياكم بإذن الله. في فقرة التغذية اليوم بنتكلم عن فرط الكالسيوم في الدم. ومثل ما نعرف كلنا أن فرط الكالسيوم في الدم هو حالة مرضية ترتفع فيها نسبة الكالسيوم عن مستوياتها الطبيعية، وهذا الشيء يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية اللي تستدعي التدخل الطبي لتفادي هذه المضاعفات السلبية. هذا الموضوع بنتكلم فيه بالتفصيل مع ضيفتنا الأستاذة فاطمة النعيمي، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. يا مرحبا وسهلا فيك أستاذة فاطمة، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. أهلا وسهلا فيك حبيبتي، وياك فاطمة الخروصي مو فاطمة الدعيوي. اسمحين نحن عطونا الاسم، أول عطوني اسمك فاطمة الخروصي عقب ردة وغيروا شكلهم. ما عليك، المهم أنه فاطمة في النهاية. نهاية أنا فاطمة. فاطمة حياك الله ويانا. الله يحييك حبيبتي، الله يحييك. أستاذة فاطمة، إحنا اليوم بنتكلم عن فرط الكالسيوم عن مستوياته الطبيعية في الدم. ففي البداية نبى نعرف اللي يسمعونا شو الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى زيادة نسبة الكالسيوم في الدم. صحيح، طبعا من الأسباب اللي هي تؤدي إلى فرط الكالسيوم في الدم هو زيادة إفراز هرمون في الغدة الدرقية يسبب فيها هاي الزيادة. أحيانا يكون أسباب ثانية مثل تناول بعض أنواع من الأدوية، مثل الناس اللي يأخذون علاجات ضغط الدم المرتفع، أو إذا أخذوا يعني كميات كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين د أو فيتامين ألف أو كالسيوم. وبعض الأشخاص اللي هم مصابين ببعض الأمراض السرطانية مثل سرطان الرئة أو سرطان الثدي، هي ممكن تعرضون لارتفاع في الكالسيوم. والأمراض الثانية مثل إصابة بعض الأشخاص بأمراض الرئة أو أمراض الفشل الكلوي. فهذه كل الأسباب تقريبا اللي ممكن تؤدي إلى ارتفاع الكالسيوم في الدم. إنزين أستاذة فاطمة، إحنا لما نقول ارتفاع الكالسيوم عن المستويات الطبيعية، شو نسبة يعني نسبة الكالسيوم الطبيعية في الدم؟ أيوة، هو المفروض يكون تقريبا ما بين 8.8 إلى 10.3 ملي جرام لكل 100 مللتر. هذا طبعا هذا يكون موجود في الفحوصات، يوم الشخص يسوي فحوصات دورية بتبين عنده. أما إذا ارتفعت فوق 10.5 معناته وصل لمرحلة فرط الكالسيوم، بس مو من فحص واحد، لازم يتكرر فحص كذا مرة عشان يعني يتبين إنه فعلا هو عنده هاي المشكلة. وفي أشياء ثانية، مثلا في أشخاص يقول طيب أنا آخذ
يعني من عندي عن طريق بعض المكملات الغذائية فيها مثلا نسبة عالية من الكالسيوم، لأن أنا لاحظت أن عندي مشاكل أو قالوا لي أن عندي كالسيوم، فيضطرون يأخذون مكملات غذائية فيها مثلا نسب مختلفة. طبعا تختلف هاي النسب اللي يحتاجها أو احتياجات الشخص من على حسب العمر، لأن من عمر الزيرو مثلا عمر 6 شهور يحتاج تقريبا 200 جرام ملي جرام، أما الأشخاص اللي من عمر 7 شهور لين سنة 260، بالنسبة لعمر السنة ل3 سنوات مثلا 700، فزيد كل ما زاد العمر. أما من عمر 4 سنوات لين عمر 71 يوصل تقريبا 1000 ملي جرام للرجال و1200 للنساء. طبعا الحوامل بعد يحتاجون، لأنهم يفقدون كالسيوم يحتاجون كمية، فممكن نعطيهم لـ1000 أو إلى 1030 تقريبا على حسب عمر الحمل. في النهاية يعني هاي الاحتياجات، لكن المعدلات الطبيعية المفروض تكون ما تتعدى 5.10 ملي جرام. نعم. ممتاز. إنزين أستاذة فاطمة، يعني لو حبينا نتكلم عن الوقاية من هاي المشكلة، أكيد يعني ممكن يكون للتغذية لها دور، فممكن تعطينا بالتفاصيل شو دور التغذية في هاي هو الحالة؟ في النهاية الاعتدال في جميع الأطعمة اللي ناخذ، يعني ما أركز على أكل معين بس مجرد أن أنا سمعت أن هذا مفيد، لأن كل الأطعمة الغذائية صحية ومفيدة إذا نحن بنمشي على الأطعمة الصحية. بس بالدرجة الأولى ممارسة دائما رياضة، الرياضة مهمة جدا تحافظ على صحة العظام وتقي الإنسان اللي عنده مشكلة في فرط الكالسيوم من أنه يرتفع عنده هذا الكالسيوم. الأشخاص اللي هم المدخنين يفضل يعني مثل ما نقول إقلاع عن التدخين عشان يساعد هذا الشيء بعد على التقليل من فرط الكالسيوم. تناول الأطعمة اللي تحتوي على حمض يسموه حمض الأكزاليك، هذا الحمض موجود في بعض الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والسلك والزنجبيل والرويد. فدائما نقول لهم حاولوا تاخذون هاي الاطعمه، لان الماده هاي الحمض الاكزاليك ترتبط مع الكالسيوم فتمنع ارتفاع الكالسيوم في الدم. تناول الاطعمه اللي تحتوي على الصوديوم من مصادر طبيعيه، لان معدن الصوديوم هذا ينشط عمليه الكلى عند الشخص، فعلى ان شاء الله تزيد عنده نسبه التبول، فيخرج اذا كان عنده نسبه عاليه من الكالسيوم تخرج عن طريق هاي العملية. وتواجد الصوديوم دائما نقول لهم من مصادر طبيعية مثل الفواكه أو الخضروات اللي مثل الشمندر الكرفس أو بعض أنواع من الأطعمة مثل الأجبان واللحوم. فضل دائما الإنسان ينوع فيها، ما يكثر منها، وينوع فيها وياخذها باعتدال. زين، هل هناك في أغذية يعني ممكن الواحد يتجنبها، خاصة اللي عندهم يعني مشكلة فرط الكالسيوم في الدم؟ صحيح، شوفي الحين هو إذا كان يبغي يقي نفسه ياخذ بعض الأطعمة مثل ما ذكرناها، لكن في أطعمة إذا خذيتها فوق المعدل الطبيعي هي نفس الأطعمة مثل الأجبان والسبانخ ممكن تتحول إلى مشكلة ثانية اللي هي مشكلة حفوات، فاهمة؟ فيعني أخذ الكمية باعتدال طبعا مع استشارة أخصائي التغذية، فيحدد الكمية إذا بياخذها من الأجبان أو السبانخ، لأن هاي النسبة إذا زادت عن المعدل بعد الأكسلات إذا زادت عن المعدل الطبيعي تسبب الكلى. في بعض الأطعمة اللي هي بعد يفضل الامتناع عنها مثل المكسرات، إنه هاي تتعلق بعد فرط الكالسيوم إذا خذيت بكميات كبيرة. الفاصوليا بعد لأن فيها مصدر عالي من الكالسيوم فيفضل ما آخذها. حليب الصويا بعد دائما الأشخاص النباتيين ياخذونه بكميات كبيرة فيكون عندهم ارتفاع في مصدر الكالسيوم أو نسبة الكالسيوم، فيفضل إنهم ياخذونه بعد باعتدال. هاي أهم الأطعمة اللي المفروض يتجنبونها عشان ما تصيرهم أي مضاعفات أو أي ما تصيرهم أي مشاكل في ارتفاع الكالسيوم. ممتاز. انزين، في سؤال خطر ببالي من شوي، يعني متى احنا ممكن نستشير الطبيب يعني عشان نتفادى المضاعفات السلبية لمشكلة فرط الكالسيوم في الدم؟ صحيح، هو تشوفي بالنسبة للمضاعفات لازم الشخص يعرف شو هي المضاعفات عشان أنا ألجأ لأسوي أو أشوف الطبيب. غالب الناس تسوي لهم بعض المضاعفات يحسونها مشكلة ثانية أو متعود عليها أو من فترة طويلة عند هذه الأشياء وخلاص تعودت عليها، فيفضل الإنسان مجرد أنه يشعر ببعض المضاعفات اللي أنا بذكرها الحين اللي هو مثلا الشعور بالعطش الشديد، عزكم الله كثرة التبول، آلام، وجود آلام شديدة في العظام، الوهن والتعب دائما، الصداع المستمر والشديد اللي يكون قوي، احيانا الغثيان والقيء والاصابه، عزكم الله بالامساك، انخفاض حتى في الشهيه، فقدان الذاكره، حرقه في المعده، هاي كلها
يعني مؤشرات تدل على أن هالإنسان عنده مشكلة، فيتصل على طول يستشير أخصائي تغذية أو الطبيب المباشر له عشان يطلب له فحوصات يتأكد من المشكلة اللي هو عنده، إذا ممتاز. كان كالسيوم أو مشاكل ثانية. إنزين، وعشان شي إحنا دائما نوصي يعني اللي يسمعونا أن أهمية الفحوصات الدورية من فترة لفترة، طبعا لأن هاي الفحوصات الدورية ممكن تطلع لنا المشاكل من بدايتها. صحيح 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 والله، هذه يعني من أهم الأشياء اللي إحنا دائما نسأل، يعني حتى أحيانا يجينا المريض للعيادة مو مسوي أي فحوصات ويوصل عندنا إن الفحوصات تكون مثلا قديمة، فهو مقتنع إنه ما عنده أي شيء، لكن مجرد إن إحنا نطلب منه يسوي فحص على الموعد الجاي عشان نتأكد إحنا ما نضره في نظام غذائي ممكن يضر، يعني نعطيه نظام غذائي وإحنا ما نعرف إنه شو المشاكل الأساسية اللي عنده، على اللي هو الفحص الدوري اللي هو سوي فوائد يساعدنا في نحدد له نوع النظام الغذائي اللي يحتاجه. أكيد الفحص الدوري وايد مهم، وإحنا نحث دائما اللي يسمعونا أنهم يسوونه. إنزين أخت فاطمة، نصيحة أخيرة توجهينا لكل اللي يسمعونا. مثل ما قلنا الاعتدال في الأكل ومتابعة النشاط، أي أنشطة دورية خاصة الحين مجرد أن الإنسان بدأ عنده مثلا بعض الأمراض، انتشار الفيروسات محتاجة مناعة، رفع للمناعة، وتحتاج أيضا إلى الاهتمام في الصحة أكثر من أن أنا أهتم في أي شيء ثاني. فمثل ما قلنا أول شيء المتابعة الدورية، النظام الصحي المتوازن، والرياضة مهمة جدا للحماية من فرط الكالسيوم. جزيل الشكر لك أستاذة فاطمة الخروصي، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، على هذا الحوار المفيد، ونتمنى نلقاك إن شاء الله يعني بحلقات ثانية وبمواضيع أخرى مفيدة بإذن الله. يومك سعيد. مع السلامة. أعزائي المستمعين، الحين بناخذ فاصل وبنرجع نتواصل وياكم ونكمل آخر فقراتنا لهاليوم. تريون صحة وسعادة. يا مرحبا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم برقم التواصل 600-55-114 أو من خلال رسائل النصية على الرقم 4006. أعزائي المستمعين، تحرص هيئة الصحة بدبي ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع إلى نشر ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيانات الصحية وخصوصية هاي المعلومات وعدم مشاركتها لتفادي الوصول إليها من قبل الآخرين. وعشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، يسعدني أن نستضيف ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة فاطمة النعيمي، ضابط أمن المعلومات بهيئة الصحة بدبي. يا مرحبا وسهلا فيك أستاذة فاطمة، نورتي البرنامج. السلام عليكم، صباحكم الله بالخير جميعا. صباحك النور والسرور. أخت فاطمة، طبعا موضوع اللي هو أمن المعلومات أو الحفاظ على خصوصية البيانات يعني موضوع جدا مهم، ففي البداية خلينا نعرف كل اللي يسمعونا شو أهمية الحفاظ على المعلومات الصحية. في البداية مشكورين على إتاحة هذه الفرصة لنا لنشر ثقافة الوعي بأمن المعلومات الصحية اللي تمس حياة كل شخص في هاي الدولة. وخلال السنوات الأخيرة نلاحظ أن أغلب الجهات الصحية مثل المستشفيات والوزارات الصحية تتجه لجعل خدماتها رقمية 100%، وهذا طبعا فادنا كثير في سهولة الوصول للمعلومات الصحية للمرضى. لكن لازم ما ننسى أن الحفاظ على المعلومات الصحية لا يقل أهمية عن الحفاظ على المعلومات البنكية أو معلومات جواز السفر أو مثلا معلومات بطاقة الهوية. صحيح. لأن المعلومات الصحية تحتوي على معلومات شخصية حساسة مثل الاسم والعمر ورقم البطاقة الهوية والجواز وتشخيص المريض والأدوية اللي يأخذها، واللي ممكن من خلالها يتم قرصنة الحسابات الشخصية المالية، ممكن أيضا إيذاء لأشخاص عبر انتحال شخصيتهم بكل سهولة. فهذه المعلومات لا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المصرح لهم فقط، مثل المريض والدكتور والممرضة والصيدلاني. وحتى عندنا يعني في هيئة الصحة في دبي المعلومات الصحية للمرضى تصنف وتعرض على هذه الوظائف حسب الصلاحيات الممنوحة لها،
مثلا يعني الصيدلاني ما يقدر يشوف البيشنت هيستوري، بس يقدر يشوف مثلا الوصفه الطبيه اللي وصفها الدكتور للمريض. ممتاز، يعني من هنا تكمن خطورة وصول الغير لمعلوماتنا وبياناتنا الطبية. نعم. إنه ممكن يتم استغلال هاي البيانات يعني في أشياء ممكن تضر الشخص. صحيح. إنزين، شو هي البيانات أستاذة فاطمة اللي يعني يجب علينا نحافظ عليها وما نشاركها مع الآخرين؟ مثال طبعا مثل ما قلنا المعلومات الصحية، وعندنا بعد معلومات اللي هي الدخول اللي هي اسم المستخدم وكلمة المرور، رمز التحقق بخطوتين اللي هو الـ OTP، المعلومات الشخصية مثل العنوان ورقم الهاتف، بيانات جواز السفر، الهوية، المعلومات البنكية مثل رقم بطاقة الفيزا ورقم CVV وتاريخ الانتهاء. هاي المعلومات كلها لازم يعني ما نفصحها أو نخبرها الآخرين. صحيح. زين، احنا نشوف استاذة فاطمة وايد يعني الفترة اللي فاتت هيئة الصحة بخاصة مواقع التواصل الاجتماعي يحذرون ان احنا ما نشارك رمز الQR في شهادة التطعيم ويا الغير. ممكن نوضح هالموضوع اكثر للمستمعين؟ طبعا انصح الجمهور بعدم تداول رمز الQR على حسابات التواصل الاجتماعي، لأن يحتوي على معلومات شخصية للمستخدم. إذا حاولوا أن ينسخون هذا الرقم اللي هو الQR كود هذا، طبعا بيحتوي على معلومات كثيرة لهذا المريض، اسمه ورقمه ورقم بطاقة الهوية، ممكن يحتوي على معلومات يعني أهله يعني أقاربه مثلا عياله أو شيء، معلومات كثيرة يعني ممكن يحصل عليها الطرف الآخر ويستغل هذا المريض. صحيح، وممكن يعني توصل بعد مرحلة الابتزاز لهذا الشخص أوقات. صحيح صحيح. إنزين، إحنا شو نقول حق الناس اللي يشاركون ويحطون شهادات التطعيم وهم يحطونها من ناحية إن إحنا يعني خلصنا وهاي الشهادة ويعني مثل يتباهون فيها في وسائل التواصل، بس ما يعرفون إن الباركود هذا ممكن يعني يدخلهم في قصص ثانية. صحيح صحيح. طبعا يعني سبق وذكرنا ان هاي المعلومات مهمه وتحتوي على بيانات حساسه، فاذا تم اختراق هاي البيانات او الاستحواذ عليها ممكن الطرف الثاني يستخدم هذه المعلومات لبيعها او لابتزاز المريض، او مثلا يقدر ينتحل شخصيه هذا المريض للحصول على امتيازات هذا المريض. يعني امتيازات هذا المريض ممكن يكون مثلا يقدر يحصل على امتيازات بنكيه او يفتح حسابات، سواء حسابات تواصل اجتماعي او حسابات مثلا حكومية أو حسابات بنكية، فلازم يحافظون عليها ويحرصون إن ما يداولون هالنوع من المعلومات. صحيح، وبعدين يتفاجأ التواصل الاجتماعي، يتفاجأ أن استوت يعني لك يعني عملية قرصنة ويعني ما يخطر بباله ممكن يكون حتى من هذا الباركود. صحيح صحيح. إنزين أستاذة فاطمة، شو الإجراء اللي المفروض أسوي في حال أني أنا تعرضت مثلا معلوماتي يعني أو بياناتي الخاصة مثلا الاستغلال، أو مثلا حد منهم عرف البيانات هاي، شو ممكن أسوي، شو التصرف الصحيح؟ في حال تعرض أي شخص لسرقة بياناته أو ابتزازه من قبل أي طرف يعني استولى على هاي البيانات، فعليه المسارعة بإبلاغ السلطات المختصة بالدولة مثل خدمة الجرائم الإلكترونية اللي هي الإيكرام لشرطة دبي، حيث أن هاي الخدمة تتيح للجمهور تسجيل شكوى خاصة بالجرائم الإلكترونية. صحيح، وما شاء الله عليهم شرطة دبي يعني بعد وايد حريصين ومهتمين على أمن وسلامة الجميع، وهاي يعني أنا جربت صراحة هذا الأبليكيشن ويعني سهل وبسيط، وتقدرين أنت تحطين ببساطة إذا أنت تعرضتي لأي محاولة مثلا حد بغى يستغل بياناتك الشخصية. صحيح صحيح. ممتاز، نصيحة أخيرة منك أستاذة فاطمة للي يسمعون الحين. في النهاية حابة أقول للمستخدم حافظ على بياناتك ولا تكن الحلقة الأضعف في هذا المجتمع، والله يحفظ الجميع. اللهم آمين، ويحفظنا ويحفظكم جميعا. جزيل الشكر لك أستاذة فاطمة النعيمي، ضابط أمن معلومات بهيئة الصحة بدبي، على هذا الحديث المهم. أتمنى لك يوم سعيد ونشوفك قريب بإذن الله. مشكورة.
أعزائي المستمعين يعني حين باقي من الوقت بعض الدقائق قبل ما ننهي حلقتنا لها اليوم، شو رأيكم نسولف شوي؟ نمر يقول هي أوكي بعد زين. عيل بخبركم عن قصة صارت في القرن 18. ها متحمسين؟ نمر شكلك متحمس، تحب القصص صح؟ ممتاز. المهم قصتنا هذه بدأت في بريطانيا لما كان مرض الجدري منتشر بين الناس، وكان في هاك الوقت مرض الجدري يعتبر من أخطر الأوبئة اللي صابت البشر، واللي أدى لملايين الوفيات بالعالم على مدار فترة طويلة من تاريخ البشرية. طبعا أنا أقصد مرض الجدري، مش مرض الجديري أو اللي احنا نسميه جدري الماء، لا، جدري الماء أو الجديري يعني هذا المرض اللي يمكن أغلبيتنا نصبنا فيه لما كنا صغار، اللي هو لما تطلع عندنا مثل بقع حمراء وتتحول لحبوب وبعدها يستوي مثل فقاعات فيها صديد. أنا أتكلم عن الجدري، وهالمرضين مختلفين عن بعض ويسببهم فيروسين مختلفين. مرض الجدري هو مرض خطير ومميت، اسمه يعني اشتق من الكلمة اليونانية يعني معنى تبقع، يعني ان جسم الانسان يكون متبقع، يعني طبعا هذا اشارة الى البثور والنتوءات اللي تبرز على وجه وجسم المصاب. طبعا مرض الجدري كان مرض مثل ما قلت لكم خطير، كان ممكن يؤدي الى العمى وندوب عميقة جدا، واضافة الى تشوهات اخرى عديدة. المهم بدأت القصة لما جت إلى الطبيب الإنجليزي إدوارد جينر، فتاة كانت تشتغل يعني كحلابة يعني للبقر، تشتكي من مرض معين، وعشان كان الجدري متفشي في ذاك الوقت، الطبيب الشاب هذا سألها إذا كانت انصابت بالجدري أو لا. في كل بساطة قالت له أنا والله انصبت بجدري الأبقار لما كنت في الصغر، ومن هذاك الوقت ما انصبت بجدري البشر. طبعا في هذاك الوقت كان الجدري ممكن يصيب البشر ويصيب بعد الحيوانات اللي هي البقر. طبعا كلام الفتاة هذا ما مر مرور الكلام على إذن الطبيب الشاب، الطبيب الذكي أنا أقول، يعني أخذ يفكر فيه ويبحث يعني شو السبب اللي خلى الفتاة هاي ما ترجع تنصاب رغم أن المرض هذا متفشي. فاكتشف أن جدري البقر نوعين، نوع واحد منهم يشبه جدري الإنسان، وهذا الاكتشاف خلاه يفكر بطريقة اللي خلته يكتشف من بعدها فكرة اللقاح أو التطعيم ضد جدري البشر. المهم شو سوى هذا الطبيب الشاب؟ هذا الطبيب يعني قرر أن يسوي تجربة جريئة على طفل عمره 8 سنوات اسمه جيمس. خلال هاي التجربة أخذ الطبيب عينات بسيطة من يد امرأة مصابة بجدري البقر، يعني من وين الحبوب هاي من السوائل الموجودة على جسم هذه المرأة، وتم تطعيم الطفل بهاي العينات، وبعدها شو تتوقعون صار؟ خلونا نكمل. انزين بعد ما يعني طعم الطفل بعينات المرأة المصابة، قام الطبيب عقب فترة طعم الطفل بعينات من السوائل الغنية بفيروس الجدري البشري. يعني أول شيء وشو سوى؟ طعمها يعني سوائل، طعم الولد بسوائل جدري البقر، وبعدها انتظر فترة وطعم الولد بشو؟ بسوائل غنية بفيروس الجدري البشري. كانت المفاجأة، ما ظهرت أي أعراض على الطفل لمرض الجدري. بهالاكتشاف تيقن وتأكد الطبيب إدوارد أن جسم جيمس اكتسب مناعة ضد المرض عقب تطعيمه بجدري البقر.
يعني لو تذكرون أنا قلت لكم أن جدري البقر نوعين، نوع واحد يشبه جدري البشر، عشان تستغل هذا الشيء جدري البقر عشان يعطينا مناعة ضد اللي هو جدري البشر. طبعا بفضل هاي التجربة الجريئة ساهم الطبيب الشاب إدوارد جينر في ظهور أول لقاح في التاريخ اللي هو لقاح الجدري، وسمي إدوارد بأبو المناعة لأنه أول من اكتشف التطعيم. يستاهل صح؟ صح نمر؟ نمر يقول هي. إنزين، تعرفون شو المفاجأة؟ المفاجأة أن جيمس الولد اللي خبرتكم عنه اللي سوى عليه التجربة كان الولد الوحيد للطبيب الشاب، ولد الوحيد، لكن يعني ضحى بسلامة ابنه على أساس يكمل التجربة هاي اللي كان لها دور عظيم طبعا ما حد يقدر ينساه في سبيل اكتشاف العلاج ووضع حد نهائي لهذا المرض المميت، طبعا انقاذ ملايين ملايين الأرواح البشرية ولله الحمد. ومن بعد يعني جهد طويل من حملة التطعيم ضد جدري البشر اللي بدت في عام 1967 لله الحمد، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن استئصال الجدري من العالم في عام 1980. يعني في هذا العام كان عام فارق صراحة في تاريخ البشرية، أنقذت ملايين من الأرواح من هذا المرض المميت القاتل. بس تعرفون منو آخر واحد انصاب مرض الجدري؟ ها نمر شو رأيك؟ ها تفكر منو؟ وين؟ يلا أي دولة؟ إنزين اقترح دولة. ها ها كاميرون؟ لا. ها مستمعينا شو رأيكم؟ آخر شخص انصاب بالجدري كان شخص من الصومال في عام 1977، يعني بعد 3 سنوات من آخر حالة تم إعلان استئصال الجدري من العالم. شفتوا أعزائي المستمعين شو أهمية التطعيمات في حمايتنا من الأمراض الخطيرة؟ يعني الناس اللي مترددين في أخذ التطعيمات، يعني التطعيمات احنا عرفناها من يوم احنا كنا صغار، يعني لولا التطعيمات هذه وجدول التطعيمات اللي نحرص وتحرص الهيئات الصحية ان تلتزم فيه وان يعني وتوفره لأطفالنا، لا يعني ما كنا بنقدر نحميهم من الأمراض اللي ممكن حمايتها بالتطعيمات. طبعا ودام احنا الحين وصلنا لختام حلقتنا، نذكركم ونوصيكم انكم تاخذون تطعيم كوفيد 19، واللي ماخذ الجرعة الداعمة ياخذها لانها مفيدة لتعزيز المناعة ضد المرض، ولا تنسون انكم تلتزمون بالاجراءات الوقائية، تلبسون الكمام، تغسلون يدكم باستمرار، وتبتعدون عن الزحمة، وبعد تتابعون يعني مواقع الهيئات الصحية وموقع هيئة الصحة بدبي، وتشوفون على آخر المستجدات المتعلقة بالوقاية من هذا المرض. كان وياكم في الإخراج الزميل نمر محمد، والتنسيق الأخت إسراء الهاشمي، وبالإعداد الزميل حسن البلاونة. هاي تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي. أتمنى لكم يوم جميل ويوم سعيد، ولنلقاكم بإذن الله صحة وسعادة، ولنلقاكم بإذن الله باكر. أقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.